التعليم في فنلندا مصنف أحسن سيستم تعليم في العالم. الطفل بيدخل المدرسة وهو عنده 7 سنين، أول امتحان إجباري بيبقى والتلميذ عنده 16 سنة. العيال بتاخد أقل عدد ساعات دراسة في الأسبوع في العالم، بيقابلها أحسن نتائج في العالم. مفيش مدرس في أي مرحلة مش معاه ماجستير، وكل المدارس نفس المستوى، كل المدارس حلوة، ومفيش ولا مدرسة خاصة. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. ونادرا لما يبقى عنده هوم وورك أو امتحان. اليوم في المدرسة من 8 ل 4 والفسحة 75 دقيقة. العيال بتقلع الكوتشي أول ما بيدخلوا المدرسة عشان يرتاحوا ويحسوا إن هم في بيتهم، وبينادوا على المدرسين بأسمائهم عادي. صعبة يا جدعان. التلاميذ من ابتدائي مش بيغيروا لهم المدرس لسنين عشان يكونوا اتعودوا على طريقته ويبقى سهل عليهم إن هم يفهموه. And I see the problems what they probably have when they are small when they come to school. What is the best things what they can do? I tell them that I'm their school mother. العيال في المدرسة وهم عندهم 11 سنة بياخدوا فرنساوي كلغة تالتة، وهم عندهم 13 سنة بيدرسوا اللغة الرابعة. ما عندهمش فصل متفوقين وفصل مش متفوقين، كله مع بعض. كل حاجة مبنية في منظومة التعليم على أساس الثقة. المدرسين بيعتبروا المدرسة بتاعتهم فبيدوها كل حاجة، والناس واثقين في المدارس على الأساس ده، كل حاجة ثقة. التعليم مجاني وفي أتوبيسات مجانية بتوصل لمعظم مناطق في البلد، ووجبة مجانية. المدرسين بيقعدوا مع بعض وبيعملوا ديزاين للطريقة اللي هتعلم بيها العيال، وبيقضوا 4 ساعات في الفصل في اليوم، والأسبوع المفروض فيه ساعتين عشان المدرس يطور فيهم نفسه بعيد عن الفصل. التعجب على وزن أفعل والمتعجب منه. الفرق ما بين أشطر طالب وأضعف طالب هو أقل فرق في العالم. نجاح تجربة فنلندا في التعليم عمل نوع جديد من السياحة، السياحة التعليمية. كل ده عمل أحسن نظام تعليم في العالم، وخلى كل البلاد تروح وتشوف الناس دي عملت هناك عاد. احنا طبعا يعني دايرة فيها كم ضلع؟ 3. بتدرس؟ ايه؟ هندسة. دوس هنا واعمل سبسكرايب، واعمل لنا لايك للبيج على الفيسبوك بسهاد بالعربي وبالانجليزي، واستنونا في الحلقة الجاية من بسهاد.